مهمة. طبعا جارديم أنا من وجهة نظري أنه أعدم الحالة النفسية للاعبين ككل. وقلناها قبل أنه اليوم واضح أنه عنده حالة نفسية على نعم وفي إشكالية اليوم حتى اليوم بيريرا كان يتكلم عن المدرب وشفنا في أكثر من لقطة كان يطلب منه يلعب في خانة المحور هذا وقالها هو قالها هو اللي مصرح المدرب يعني حتى ما يجيك واحد يقول لك أنت قاعد تحل الخطأ أنت تقول أنه رجع بيريرا ورجع كاريليو هو اللي قال تربطها باللقطة اللي كانت أول لما كان بيريرا زعلان في التغيير لا على فكرة صارت حتى مع موسى ماريجا في إحدى المباريات مع المدرب صارت مع سلمان الفرج صارت مع جوميز مع المدرب أيه. كانوا كلهم يعني ممتعضين من توجيهات المدرب وكانوا في إشكالية كانت دائما في خط الوسط في الهلال أنا من وجهة نظري أنه المدرب يتحمل بنسبة كبيرة جدا إضافة إلى الخيارات الأجنبية الخيارات الأجنبية في الهلال وتكلمنا عنها النقطة قبل كذا وقلنا أنه الهلال عنده كاريليو عنده موسى ماريجا عنده جوميز عنده فيتو عنده بيريرا ممتاز لا يمكن يلعبون الخمسة هذول مع سالم يعني أنت بتلعب بستة في الأمام ما يمكن فأنت الآن عندك ثمانية أجانب برضو نفس الشيء النصر وقع في نفس الإشكالية أتذكر في كأس آسيا لما اختار حمد الله واختار أبو بكر فكان أنت مختار أربع لعيبة أجانب لكنك ما تلعب إلا بثلاثة فبالتالي هي نفس الخسارة تشابه الأدوار فأنت يجب أنك في الأول أول أمر وهو الأهم أنك تكون خياراتك الأجنبية بحيث أنها تشارك بس الهلال أبو مشاري المشكلة في الهلال فقط جاردي او اليوم حتى على المستوى الفني عند بعض اللاعبين طبعا في تراجع في تراجع يعني انت تو تقول انه ما لعب بالاسماء كامله طيب ليش برضو الهلال النادي الوحيد اللي في اكثر من مرحله يقال بانه هو الفريق المكتمل على الصعيد المحلي وعلى الصعيد الاجنبي ابو خالد ليش تراجع كثير من المستويات يعني على سبيل المثال حتى انا دائما اسمع النغمه هذه انه جوميز متراجع مستواه متراجع مستواه طيب. من 2019 ما هو نبغى جوميز 2019 على فكره جوميز هو هداف الدوري الموسم الماضي جوميز مع جاردين فقط متراجع جدا انت لو ترجع بطريقه الهلال المعتاده انا اعتقد ان جوميز بيرجع للتسجيل مع العلم ان جوميز مسجل 9 اهداف في الموسم هذا لكن جارديم وطريقته لا يمكن ان ينجح معها جوميز جوميز ما اخذ 3 كروت صفراء الان في الدوري هذا ما اخذ 3 كروت صفراء انا اعتقد انه في 3 سنوات ما اخذ 3 كروت صفراء مع الهلال يمكن اخذ 2 او 3 بالكثير 3 في 3 سنوات بينما الان في الدوري هذا فقط 3 كروت صفراء